مجلس إدارة النادي الأهلي كان يقود قرار عودة النشاط الرياضي من جديد، كانت هناك تفاصيل كثيرة لعودة النشاط كابتن، كيف كان التنسيق بين مع مؤسسات الدولة لعودة النشاط، لعودة الحياة الرياضية من أجل مصلحة الجميع؟ لا احنا ما كانش في تنسيق، احنا التنسيق مع مؤسسات الدولة، احنا طبعا النادي الأهلي بيشرف يعني ان هو احدى الجهات اللي يعني تمثل الرياضة بعمق كبير جدا في الدولة المصرية وعلى المنطقة العربية والأفريقية، وده شيء، والعالمية كمان، ده شيء بيسعدنا وشيء بيشرف النادي الأهلي. لكن احنا علاقتنا كل مؤسسات الدولة علاقات طيبة الحمد لله رب العالمين. يمكن من فترة زمنية اللي انا كنت اتكلمت فيها الحتة بتاعت كارتيرون ومارتن نصارتي، كان في شوية بعض يعني وجهات نظر، اسميها كده وجهات نظر مختلفة شوية، عشان كده كان لينا مواقف مع اتحاد الكرة السابق. لكن الاتحاد يعني الكرة الحقيقة يمكن عارفين برضو الظروف الصعبة اللي بيشتغل فيها الاتحاد الكرة الحالي، كان لينا مواقف وكان لينا مواقف واضحة جدا في والحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي لما بياخد موقف بياخد موقف درسه كويس جدا، ويبغي منه المصلحه العامه مش مصلحه النادي الاهلي، مصلحه الكره كويس. يعني مثلا سي مثلا عشان تبقى الامور فيه اكثر وضوح، يعني البطوله الافريقيه في مصر، وكان الدوري كان صعب جدا اللي انا اتكلمت عليه، الدوري اللي انا اتكلمت عليه كان وجهه نظرنا الدوري يخلص قبل البطوله الافريقيه، لانك انت هتاجل البطوله الدوري 40 يوم عشان فاضل ماتشين خلصهم قبل البطوله الافريقيه، عشان اختلفنا. والحقيقه الاختلاف ده وصل لمرحله مش يعني النادي الاهلي خد ساعتها قرار بهذا الامر، ووصلنا لاتحاد الكوره لجنه التظلمات، وبعدين رحنا للجنه التسويه في اللي هي خاصه بمشينا الخطوات القانونيه، والحمد لله اتحقق للنادي الاهلي بقى اول مره تحصل ان يكون هناك غرامه على اتحاد الكوره لصالح النادي الاهلي، الناس اقتنعت بوجهه نظر النادي الاهلي، وكمان ربنا كرمنا الحمد لله ببطوله. يعني هو ده اللي احنا يمكن وجهات النظر. لكن النهارده لما تيجي الحقيقه برضو في نجاحات لاتحاد الكوره، في نجاحات للجنه الحاليه الموجوده، اهمها موضوع مثلا تطور اللوائح، تطور مثلا موضوع الفار، واللي انا نفسي ان هم يتطور زياده الحكام. الحكام لازم تاخد حقوقهم اللي يجب يحصلوا عليها كويس، عشان الحكم ده يبقى منفصل تماما عن، يكون مستقل تماما يعني. فاتمنى ده يكون من برضو التطوير اللي جاي. لكن الحقيقه الناس الفتره الاخيره شغالين كويس وعاملين دورهم كويس وبيحاولوا مجتهدين، وده امر جيد. انت طالما بتتابع المصلحه العامه برضو امر جيد جدا يعني.